واحد القول بانك دايره هذه فليش في يدي كنمشي فيها كنجيبها يعني كنوكلها نشرب نخرج معاها نجي معاها نديها مدرسه نجيبها من المدرسه نديها للسوايع نجيبها من السوايع ما عمرني كنخلي هذه البنت دير لها اهلها يعني النهار اللي خرجت منه راه خرجت من الدار ديال الاباء ديالها ديال والديها اللي والدين انا اللي مربيها 11 عام وانا مربيها وهادشي اللي كنقول لكم وتنقول للناس كلهم اللي عيطوا لي في التليفونات واللي كيقولوا لي بقيتي فينا واللي كيقولوا لي رحنا بكينا عليك وبكينا على بنتك كلهم كنشكرهم كنشكر الصحافه وكنشكر كلشي اللي بقى في معانا كنشكرو والله يطول في عماركم وعاش الملك الله يسمح لنا من الوالدين الله يسمح لنا من الوالدين الحمد لله على سلامتها الفرحه ديال الوالدين ما كتقدرش والشغف ديالهم ما كاينش شي واحد اللي كيعرفهم وكيعرفها هما اللي صاتوا انهم يجيبوها والان راهم متواجدين هنا في المركز ديال الدرك الملك الان كيدور في الاذهان ديالنا أكيد. هي لداخل هنا ورايا ولكن الاذهان ديالنا هنا كتقول الحمد لله اللي كاينه اكرام جات اكرام الحمد لله خاصنا غير نعرفوا الحمد لله فين كانت هاد الثلاث ايام وكيفاش كانت هاد الثلاث ايام رحنا امهات وكان الحمد لله الاخر نداء الحمد لله الاخر نداء اللي كان شفقوا فينا ربما الداخل ولكن اخر نداء اللي درتي انت دعاء كان دعاء خالص ندير اخر دعاء لعل الله به يستجاب ودرت اخر دعاء مستجاب الحمد لله ولله الحمد حمدك يا ربي ونشكرك لانه ربي كبير وعطينا باب عطينا باش نفتحوا الباب ديالو ما كنفتحوش الا في اللحظات الضيقه احنا مؤمنين الحمد لله بالقدر خيره وشره احنا مؤمنين بالقدر خيره وشره كنحمد الله على اكرام كنحمد الله على خوتنا المغاربه بانوا ناس مزيانين وبانوا ناس خايبين ونداء الناس الخايبين اللي صفت لهم قبيله نداء اللي باقين كيتصلوا لدابا وباقين كيقولوا هضره خايبه في التليفون عندي راكم ما ما ما, ما تجردتوش راكم تحطيتوا في اللائحه السوداء وحشومه عليكم وعار واليوم ديالنا اكرام وغدا عندكم حنا البارح كنا كنتفرجوا في الولد هشام واليوم حنا كيتفرجوا فينا الناس في اكرام غدا نتفرجوا في البنت ولا الولد ديالكم فيقوا فيقوا بارك اخوتنا المغاربه نكونوا يد وحده بنتي بنتك وولدي ولدك اكيد نشوف ولدك غادي مع شي حد ننوهو نهيه بصح بصح شوف بنتي غاده نهيها فين غاده انت قاصر رجعي فحالك ما كاينش مدخول سقراسي نسى اب وانا ام نكونوا اباء لجميع الوليدات ونكونوا امهات لجميع البنيتات ما غيكونش عندنا الفساد في المغرب ما غتكونش عندنا هاد الظلم هذا اللي كاين كون كنا حنا ايد في الايد ما يدخلش العدو بيناتنا وما ما يشتتش وليداتنا وما يشتتش هذيك العاصفه اللي كانت ديال الدفء رجعت عاصفه الغوت وعاصفه الخوف وما تخرجش بنتك لا ما تسخرش ولدك لا ما تمشيش ما تسيفطوش عند خالو لا ما تسيفطوش عند خالته ما يمكنش حنا ما عايشينش غابه ما غاديش نبقاو سادين على وليداتنا ليل ونهار الدنيا هذه دارنا الله للتعايش وجعت في القبائل شعوب القبائل اللي تتعارف وان كرمكم عند الله اتقاكم شنو عشان هي اتقاكم يعني راه اللي مشى وتعارف وتحب راه اتقى عند الله راه تقي كون اخوتنا ايد وحده كون اخوتنا راه تبارك الله ما شاء الله ما كنقولش كاين السلبي كاين الايجابي اكثر من السلبي خوتنا اكثر من 30 واحد كتعيط في الدقيقه اللي كانوا المغاربه مساكن وقفوا معاك والله الا كيعيطوا خوتنا ما كنعرفوهمش من تطوان من اكادير من عافاكم شنو تبغي تقولي للمغاربه دابا تنقول لهم شكرا لكم بزاف ولو نبقى نشكر حتى الصباح ما غنوصلش لكم هذه الفرحه اللي كاينه في قلبي على اكرام وما كنتمناش لشي ولد خويا ولا اختي المغربيه نبقى نسمع عليه شي حاجه بحال هذه واحد القرحه واحد التفكير خايب ما بقيناش كنفكروا تفكير ايجابي كنتفكروا سلبيات سلبيات ان البنت في حفره ان البنت وسط ربعه الوحوش الوحوش لهيها بقينا كنهضروا اي كندويو اللي جات فمنا وما كتجيش فمنا الايجابي لان كون كانت ايجابيه غتبان البنت تنقولوا سلبيا يعني مادام ما كاينش البنت هادشي راه سلبي نعم 100% ولو كنديروا الدعاء ولو كنصلي ولو كندير الاستخاره ديالي يا ربي تسمح لي خلوها كنجي وكنعاود عاوتاني نتراجع ونقول لا ميته البنت لكن لحظه واحد اللحظه والله العظيم هذه غتقولها لكم اختي جلسوا معاها وسولوها البارح مني جلسنا هنا هضرت غير مع قطه بكمه قلت لها الا كانت بنت اختي حيه جلسي قدامي وهزي راسك وشوفي فيا جلست قدامي وهزت راسها وشافت فيا يا الله اقسم بالله مشابك بكمه هي كتعرف يا ربما الله سبحانه وتعالى عندها علم باشياء ما كيهضروش لكنها كتكون عندهم علم باشياء فها جات ودارت الحركات اللي طلبت منها اختي قالت لي اختي
بنتي انا غترجع، ولكن مع ذلك بقى عندنا، ولو كدير هذيك سميتو كتبقى عندك هذيك الحرقه ديال لا انا اليوم البارح مشينا كنقولوا حنا دخلنا للدار، هي واش داخله؟ واش دابا يلاه فاقوا ليها؟ يلا دابا صافي من شافوا الدنيا خواس عاداش غادي ينوضوا ليها؟ اكيد كيجيو غير الحوايج الخايبه في ديك اللحظات. شوفي دابا انت في الحاله ديالها، حنا طاح حدا رجلينا وهي دابا شكون اللي واقف حدا رجليها؟ شكون اللي سير كيعذب فيها؟ شكون اللي كيمحن في اكرام؟ شكون اللي كيمحن في اكرام؟ اكرام راه حلوه بين يدينا اكرام. شوفي دابا غادي نساو هذا الشيء، نساو الماضي، حنا الحمد لله غير ملي لقينا اكرام وباقا حيه ترزق الحمد لله، دابا عند رجال الدارك يعني بغينا نتفائلوا خير ان شاء الله. وكيف ما سميتو انا راه هو الوحش الادمي راه غادي اكيد غادي ينال العقاب ديالو. دابا كنتسناو في الام والاب ديالها يخرجوا من عند رجال الدارك من الداخل نعرفوا فين اخر المستجدات اشنو كاين. هذا اللي كنشكركم بزاف بزاف بزاف، مشكورين على الجهودات ديالكم. العفو هذا واجب. انتم والله العظيم شكر لله، وكذلك حتى الناس المتداخلين في هذه المساله. هذه كانت هذه الخاله ديال البنيه اكرام اللي كانت تودرات هذه من نهار السبت حتى اليوم. نتمنوا على ان الامور تكون بخير. مشيت كنجري ليها، مشيت كنجري ليها، قال لي شديتها درتها انا بيني وبين المراه ديالي في الموتور وانا جايبها لك وجاي. ما نكذبش عليك، حسيت راسي يلاه تزلت عندي ورجع عندي شوف كبير، ما كانش كنشوف يعني، كانت لي الضباب في عينيا. شفت اليوم انا دابا لحد الان ثلاث ايام ما ضايقاش الخبز، والحمد لله كنحس راسي صافي. المهم فرحت وحس راسي شبعت، حسيت راسي الامان ديال الدنيا كله تحط عليا، وكل من هو مسلم تيشهد لا اله الا الله محمد رسول الله. ما نبغيش يتحط في داك الشيء اللي تحطيت فيه انا. اكرام لقاوها في اناسي ياك؟ لقاوها في اناسي، ولا كان اكرام جايه كلها كترعد دابا، كلها كترعد. وقالت لي يا ماما ما خصنيش نقول شي حاجه لي حيت دارنا كاينين تما. قلت لها شوفي انا ما تقولي لي والو، قولي لي رجال الدارك الملاك صافي. ولا خصهم يعرفوا؟ ولا خصهم يعرفوا؟ انا نبغى نعرف والو. انت غيعرفوا رجال الدارك الملاك، غيعرفوا كل شيء، اي حاجه يعرفوها رجال الدارك الملاك. قبيله قلت لكم بانه حدسي راه غتدريها راه غترجع؟ قلت لي انت يا ربي. وقلت لك قولي لا والو، لحد ما كليتش لحد الان، ما بغيتيش تاكلي لحد الان، ما كليتش لحد الساعه ما كليتش. وسولهم مشينا للدار حيت انا كنت باغا نطاح. تحت الله ما كنتش عارف ما نعيش بلا فيها، ما نعيش ونشوف بنتي الاخرى بنتها مشات وانا كنتعذب. والا ماتت بنتي الا ماتت بنتي هذيك بنتي دابا اللي كانت مريضه، الا ماتت انا ما نقدرش نعيش، لان علاش غتخلي بنت وولد من وراها وانايا ما نقدرش نعيش ونشوف هذوك جوج يتامى عاوتاني غير. الله يطوف الحاجه، قدر الله ولكن الحمد لله. قدر الله بشي حاجه اخرى ولطف لا، ولكن انا ديال ادي انا يعني كنت مقرره غنطاحها، كنت مقرره بانك غنطاحها ما نكذبش على الله، كنت مقرره بانك غندير شي حاجه في فمي وغنقتل راسي. الحمد لله على لطف الله. ما نقدرش نعيش من وراها، ما نقدرش نعيش من وراها، ما نقدرش. الحمد لله والشكر لله. واسمح لي يا سيدي ربي، انا متيبه لك يا مولانا الكريم، انا متيبه لك يا مولانا الكريم، انا متيبه لك يا سيدي ربي. اسمح لي يا سيدي ربي. الرساله المغاربه اللي تعاونوا مع البنيه ديالك شنو تقول لهم؟ هذوك تنقول لهم تنشكرهم، ما عنديش الحد ديال الشكر ديالهم، من كل شيء قلت لك، من رجال درك الملاكي، من الناس اللي واقفين معايا، من اللي الصحافه اللي ما حاضرش، من كل شيء كنشكرهم. وكنشكر كل شيء المغاربه كلهم على صعيد المغرب والمسلمين، اللي كل شيء اللي عيط لي في التليفون، كل شيء اللي ساندني، كل شيء اللي قرا الجرحه ديالي، القرحه اللي كانت لي في قلبي، تيقول لي راه حنا كتبكينا ملي كنشوفوا داك الشيء كنبداو نبكيو، راه بقات فينا الطفله اكرام عندها 11 عام، راه حنا مرضنا ومرضنا. ولكن كنقول لهم هما حقا مرضوا معايا انا، وانا ما بغيتش لهم المرض يحدوا وليداتهم. الحمد لله اكرام هي رجعت، الحمد لله. والحمد لله اكرام رجعت، واللي عندها شي بنيه ولا شي وليد يحضيها، ولا شي وليد حراس مزيان، هاد الحراسه مزيان. انا مشات ليا بنتي من يدي، مشات من بيت ام بين ايدين ماماها. ولكن انا الحمد لله وكنشكر كل شيء الناس، وتنقول لهم شدوا وليداتكم، حدا وليداتكم، راه الوقت ماشي هي هذا. شكرا.